رشا، عبر السنين وخصوصا سنوات الحرب أثبتت المرأة السورية قديش هي أم معطاءة وقديش أم قادرة تواجه كل الصعوبات والتحديات. أكيد. وكتير شفنا نماذج خلال صباحنا غير واستقبلنا سيدات كان لهم بصمتهم. الأم السورية كانت على جميع الجبهات، يعني مو بس بفترة الحرب، دائما هي بحياتها ودائما هي العنصر الأضعف. ما بدنا نقول اليوم المهمش، ولكن خلينا نقول الضوء الأكبر عم يكون على الرجل. ولكن إذا رجعنا اليوم للحقيقة، وما حدا أكيد حيزعل مننا، الأم هي الموظفة، هي المعلمة، هي المربية بالبيت، هي المسؤولة عن أكلهم عن شربهم إلى آخره. يعني فعلى جميع الجبهات مثل ما قلنا. صحيحة موجودة. واليوم رح نحتفي بنموذج لسيدات سوريات معطاءات بمناسبة عيد الأم وعيد المعلم. أكيد بيسعدنا نرحب بالمعلمتين والسيدتين سمر يونس وصبا الزعيم. يسعد صباحكم وكل عام وأنتم بألف خير. أول شيء ألف خير، صباح الخير لكم. يوم معايدة معايدتين بعيد الأم وعيد المعلم، يعني جبهات بالنهاية. يسعد صباحكم، كل عام وأنتم بألف خير. أنت بألف خير يا رب، صباحك. اليوم عبر هاي المسيرة الطويلة من التدريس وكمان أنتوا أمهات، يعني بهذا اليوم خلينا هيك نجمع هاد مهنة المعلم ومسؤولية الأم. اليوم قديش هي صعبة وكيف اختلفت تربية الأولاد بين الماضي وبين الحاضر؟ يمكن حضرتكم بتشوفوا نماذج كتير، بتشوفوا من تربية الأطفال اليوم. خبرونا هيك عن الوضع بشكل عام. بداية بحب عايد أول شيء أمنا سوريا، إلا إن شاء الله يا بلدي تنهضي تنتصري، تورجينا نحن نتعلم من سوريا من أمنا. وبدي عايد كل الأمهات، أمهات الشهداء، أمهات ذوي الجرحى والمفقودين، وبتمنى يعطونا الصبر والقوة نحن من اللي بنستمدها منه. أكيد طبعاً. وبدي عايد سيدي الأولى سيدي أسماء الأسد، بدي لها كل عام وأنت بخير وكل عام وسوريا بخير. مهم تربية الأجيال، تربية صعبة جداً جداً، صعبة وممتعة، واختلفت بين الماضي والحاضر كتير. بالماضي كانت تربية الأطفال قليلة التعقيد، ما فيها تشابك، يعني كانت الأم تربي ابنها والابن يأخذ المعلومة من أمه أو من سته أو من مدرسته. صح. لكن الآن اتعقدت الحياة، زخم الحياة العملية، دخول التكنولوجيا، الإنترنت، مواقع التواصل الاجتماعي، صار الابن أو الطفل بياخذ المعلومة مو بس من أمه، صار بياخذها من الإنترنت وبيعطيها هو. طبعاً طبعاً، يعني فصار الآن في صعوبة أمام المرأة كبيرة كتير، أمام أنه تنشئ الجيل وتربيه التربية الصعبة. يعني هي أمام في كل يوم، في كل لحظة، في كل دقيقة هي أمام تحديات، فما بالك بالمرأة الأم، عفواً المعلمة والأم. فهي في الخارج تعمل اليوم. طبعاً هي تؤدي رسالة التعليم، تؤديها بمحبة لأنها أم، تعتبر كل الأطفال هم أبنائها. فبدي ترفع لها القبعة للأم السورية، يعني أكيد يعني ترفع لها القبعة دائما بكل الميادين كانت هي أثبتت جدارتها. رح ننتقل كمان أو نحكي مع السيدة سمر، يعني حضرتك سيدة سمر أكيد رح ننتقل للسيدة صبا عفوانا، ونحكي اليوم عن مفاهيم برأيك لازم الأم السورية تغرسها أو هي غرسيتها، وخصوصا عم نحكي خلال أكثر من 10 سنوات من الحرب على سوريا. أكيد كانت مرحلة، أول شيء بعيد كل أمهات السورية والوطن العربي، كل أم بذلت وأعطت شهيد، هي نحن ما راح نقدرها، نحسن نعطيها اللي فقدته هي، بس كل عام وانت بخير. ولأمي أول شيء أكيد بوجه لك كل التحية، بوجه لك كل عام وانت بخير. يا ريت كل إنسان يقدر بس يرد لها شيء لأي أم. أكيد مهما عملنا ما راح نكافي أي أم نحن. وهذه سنين الحرب كان سنين كثير صعبة علينا، كثير مر، مو بس أنا أو الأم، كل أمهات الوطن سوريا كانت هي صعبة عليهم. وفي مرحلة بدها قوة حتى نجتازها نحن، واستطعنا انه بهي المرحلة بقوتنا وإرادتنا انه نجتازها. هي كنا نحن بهي المرحلة، ممكن كانت الأم هي اللي فقدت الأب، العائلة اللي فقدت الأب كانت الأم هي الأم والأب وكل شيء بهي العائلة. حضرتك مثال على هذا الشيء، حضرتك زوجة شهيد، اليوم كانت مسؤوليتك أكبر بتربية أولادك، بتربية طلابك، بإعطائهم هي النشأة الصحيحة، فقد إيه كان الحمل كتير كبير كأم
خلينا نقول كونه اليوم ذكرى أكيد ما في حمل كبير، بس الحمد لله قدرنا نتجاوزه نحن بإرادتنا، بأن أولادي يشوفوا أننا متفوقين أو طلابي متفوقين، أنا قدرت أتجاوزه. يمكن تفوق النجاح هي كانت بتريح وبتخلي الإنسان أنه ينسى شو صار معه. وقت اللي بيشوف ثمرة جهوده أكيد نرمين، وقت اللي بيشوف أولاده وصل يعني قدر يوصل لهم الرسالة صح. طبعا نعم، يعني حضراتكم مو بس عم تكونوا نموذج للأمة بكل معاني العطاء، سواء بالمدرسة بميادين التعليم أو حتى البيت. اليوم كيف الأمة معلمة إذا بدنا نقول، كيف بتقدر تتعامل مع أولادها إذا بدنا نقول؟ يعني هي أكيد بتشوف نماذج كتير من الطلاب بالمدرسة وأيضا بتنتقل للبيت، كيف المسؤولية بتكون عليها؟ يا ترى بتختلف أسلوب تربيتها لأبنائها عن الأم يمكن اللي هي موظفة بمجال تاني أو حتى هي ربة منزل؟ هلأ أكيد تعامل الأم المعلمة مع أولادها غير الموظفة تماما، لأنه دائما الأم لما بتكون عم تأدي رسالة التعليم اللي هي يعني لا يوجد أسمى وأعظم من رسالة التعليم، يعني لأنه نحن لما بنكون عم نعلم أجيال عم نأدي رسالة سامية، وخاصة لما الأم تعتبر مهنة التعليم ليس مهنة، يعني هي لا تمتهن التعليم، هي تعتبره رسالة سامية مقدسة لكي تبني هذه الأجيال، لكي تنشئ لمجتمع قوي، جيل قوي. تمام. فنحن على قدر كبير عنا مسؤولية كبيرة كتير. فأنا بالمدرسة بدي ربي جيل، بدي خليه يحب وطنه، بدي خليه يكون يتعلم مبادئ الصدق والأخلاق، أهم شيء نزرع فيهم مبادئ الأخلاق والقيم الفاضلة. بالتالي أنا لما بدي أعلم هالأطفال وأزرع فيهم هالمبادئ كلها، تعليم حب الوطن، الدفاع عنه، الغيرية، الإيثار، كلها صفات يجب أن نعيدها، نؤكد عليها أكثر في هذه الفترة. وفي المنزل طبعا هي تكمل رسالتها، تكمل الرسالة التي بدأتها تكملها مع أطفالها لكي يصبحوا ناجحين ونافعين لمجتمعهم. دائما بنحس السيدة المعلمة عندها ناحية ما بدنا نقول قساوة بمعنى الكلمة، ولكن هذا الانضباط الكتير، فبنشوف عم تطبق هاي القصة بالبيت. صحيح. وبالمدرسة. صحيح. يعني أنا بتذكر كان في حدا يخربط بأسماء أولاده بيقول أسماء طلابه. صحيح. يعني ما أنا قادرة تفصل اليوم بين الطرفين. يعني اليوم عيد الأم، دائما نحن متعودين بهذا اليوم أنه هو ما بكفي بس هذا اليوم، هي أول شيء طبعا أنه نحن نروح نحتفل للكيك للهدايا هدول الشغلات الرمزية اللي نحن تعودنا عليهم، بس ولكن إذا ضمنيا فتنا هيك اليوم على عاطفة الأم، اليوم الأم بعيدة شو بتتمنى؟ أكيد تكون أول شيء الهدية المادية ما لها قيمة كرمال الهدية المعنوية، كلمة كل عام وانتم بخير بتكفي من أولادها، تشوف أولادها مبسوطين فرحانين، هي عيدية ما بتتقدر، أنه يكون هن سالمين ناجحين متفوقين، هي العيدية بظن أكيد تكون للأم. ست سبا سمر تفضل. في آذار الربيع تبدأ الأعياد، بداية بيوم المرأة العالمي أكيد اللي نحن منعيد كل أمهات العالم، كل نساء العالم، ثم يأتي عيد المعلم وعيد الأم، وفي نهاية آذار نحتفل بيوم الأرض، عيد الأرض. يعني طبعا كلمة العيد الأرض، الأرض بعتبرها أم. أنا كمان الأم تربي أولادها محبة، هي لا تنتظر أن يقول أولادها نحن أنه هناك تعب متبادل بين الأم والأبناء، لا، هو حب متبادل. الأم عندما تربي أولادها لا تنتظر منهم أن يشعروا بأنهم كانوا عبئا ثقيلا عليها، ولا نحن الماما تعبت كثير، لا، أنا تعبت بسعادة، أنا ربيت أولادي كنت سعيدة جدا جدا، وأنا عم سهراني على مرضه، أنا عم درسه، أنا سهراني هو عم يحفظ دروسه، الآني عليه، كلها شعور سعادة. فأنا بعتقد أول شيء الأعياد اللي نحن منعايدة عيد الأم، أنا بعتبر كل يوم في عندي احتفال، لما بشوف ابني أو بنتي ناشحة أنا احتفلوا وعطوني هدايا كتير حلوة، فأنا ما بدي منهم لما أكبر وصير ضعيفة وعجوز، ما بدي هون يجوا لعندي إنه إجوا إنه بس عم يأدوا الواجب، بدي هون يعتبروني مثل الوطن، مثل الوطن اللي أحبهم وأحبوه. في عهد طبعاً إنه يجوا لعندي لحتى ياخذوا الخبرة، ياخذوا الحكمة، ولحتى يأدوا واجب البر فقط، وبدي هون يضلوا بخير، وإن شاء الله كل عام وأنتوا جميعاً بألف خير يا رب.
وانتم بخير يا رب. وانتم بألف خير. يعني بدنا نتشكر اليوم وجودكم معنا، بدنا نتمنى لكم الصحة والسعادة، ومن خلالكم نعايد ونرجع نعايد كل أمهات سوريا وين ما كانوا. أنا بس معلش أقول كلمة قبل. تفضل تفضل. أنا هذا أول عيد بعيد بوالدتي، أنا توفيت الله يرحمها من فترة، فبدي أترحم على جميع الأمهات وعلى والدتي الله يرحمها، وإن شاء الله تكون في رياض الجنة عند رب العالمين راضية ومرضية، ويرحم جميع الأمهات. آمين. وكل عام وأنتم جميعا بخير، وأمهات سوريا بألف خير. آمين. والتعويض اليوم بأولاد بأولادك وأولاد جميع الأمهات اللي اليوم عندهم إحساس الفقد برحيل أمهم. صحيح. بدي أرجع عايدكم وأتمنى لكم هذا النهار يكون حلو وتقضوه مع أولادكم، بس ما بنعرف إذا الهدايا على حسابهم اليوم. هلا هو ما بيمنعها إنه يجيبوا لنا هدايا، بنفرح فيها يعني شوي كمان. مرة مرة. أهلا وسهلا فيكم. شكرا شكرا. نورتوا صباحنا. سالمين يا رب.